بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم تلامذتنا الاعزاء في هذه الحلقه الموجزه، وهي للسنه الاولى الثانوي جذع مشترك اداب، وهي افعال المقاربه او حول افعال المقاربه والشروع او كاد واخواتها. اولا بادئا بالبدء، لابد ان انوه دائما في كل فيديو ان اسوق جمله من النصائح موجهه من استاذ لتلامذته ومن اخ لاخوته. تريد ان تنجح، لا تجعل الدروس تتراكم. تأخذ درس اليوم، احرص ويعني ألزم نفسك على أن تراجع ذلك الدرس في ذلك اليوم وأن تطبق عليه. بهذه الطريقة فقط ستنجح أخي. لن تنال العلم إلا بستة، سأتيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الأمور الستة بها يحصل النجاح. إذا كنت تريد فأنت تستطيع. اصنع العزيمة، داخل كل تلميذ هناك طاقة وإرادة كامنة، لو عرف كيف يفعلها لاستطاع أن يصل إلى أسمى أهدافه. لذلك ثق بالله، ثق بنفسك، استعد جيدا وثابر، لا شك أنك في النهاية ستنجح. نغلق القوس وأعود بكم إلى درسنا في هذه الحصة. لتفهم أفعال المقاربة والشروع أو كاد وأخواتها، تنقسم إلى أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. قبل ذلك، كاد وأخواتها تعمل نفس عمل كان وأخواتها. لابد أن أفرق لكم الآن بين كاد وأخواتها وكان وأخواتها. ما هو الفرق؟ أولا، كلاهما تسمى أو كل منهما تسمى أفعال ناقصة. هذه الأفعال هي أفعال ناقصة. لماذا هي ناقصة؟ لأن كاد زائد اسمها لا تتمم المعنى إلا بالخبر. كذلك الحال، كان زائد اسمها لا يتممان المعنى إلا بإضافة الخبر. ما الفرق بين كاد وأخواتها وكان وأخواتها؟ معروف أن كاد وأخواتها تجد اسمها أولا، اسمها ثم زائد خبره، هكذا. كذلك الحال بالنسبة لكان وأخواتها، تجد اسمها وكما تجد خبرها. ما هو الفرق؟ هو أن كاد وأخواتها أن خبرها يأتي جملة فعلية، فعلية فعلها مضارع، فعلها مضارع، أو تجدها عبارة عن مصدر مؤول من أن زائد فعل مضارع، مصدر مؤول. ها، كاد وأخواتها يأتي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، أو يأتي مصدرا مؤولا فقط. أما كان وأخواتها فقد يأتي خبرها مفرد. ما معنى مفرد؟ لاحظ، حين أقول كان الجو صافيا، ها، ماذا تلاحظ؟ هذا مفرد، كلمة واحدة. قد يأتي جملة، وإما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. حين نقول مثلا، أو تأتي أيضا شبه جملة. هذه هي الحالات التي تأتي عليها كان وأخواتها. هذا لا يهمنا الآن، ما يهمنا هو فقط أن تفرق كاد وأخواتها. لابد أن تجد الخبر جملة فعلية فعلها مضارع أو عبارة عن مصدر مؤول. هذا ما سنراه من خلال الشرح. أمسح هذا الشرح ثم أعود بكم إلى لب الدرس، وهو كيف تفرق بين هذه الأدوات وكيف نعربها، وهو أساس الدرس. أفعال المقاربة تنقص يعني فيها كاد كرب أو شك، كاد كرب أو شك، وتفيد قرب وقوع الحدث. يأتي منهما المضارع، هي كاد وأوشك، تجدها في المضارع. لو قلت يكاد الطقس أو يكاد المطر ينزل، يكاد هنا تعمل، نقول فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يوشك المطر أن ينزل، نقول يوشك فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن أفعال المقاربة كاد كرب أو شك تفيد قرب وقوع الحدث، ويأتي التي يأتي منها المضارع هي كاد يكاد وأوشك يوشك وتعمل، فإنها تحتاج إلى اسمها وخبرها حتى وإن كانت في المضارع.
بقية الأفعال كلها جامدة لا يأتي منها لا المضارع ولا الأمر. فنقول أفعال الرجاء، ثانيا أفعال الرجاء، وفيها عسى حرى إخلولق، عسى حرى إخلولق، تفيد ترجي حصول الخبر. ما معنى هذا؟ سنراه من خلال الأمثلة. ترجي حصول الخبر، عسى حرى إخلولق، فهي أفعال ماضية ناقصة تأتي تحتاج إلى اسمها وخبر. أفعال الشروع، إنبر، أنشأ، قام، بدأ، هب، شرع، طفق، أخذ، جعل، ابتدأ، علق. أفعال الشروع هذه تحمل معنى ابتدأ أو معنى شرع. دائما في المثال نقول مثلا طفق المطر ينزل، بمعنى بدأ أو ابتدأ بالنزول. دائما عوضها بابتدأ أو بشرع، فهنا نقول دائما تفيد معنى الشروع وهي تفيد معنى البدء في الخبر. هذه الأحكام ضروري جدا أن يفهمها التلميذ. يأتي خبرها جملة فعلية وهي كاد المطر ينزل، مثال لابد أن يأتي خبرها حين فرقت لكم هنا بين كان وكاد. هذه الأفعال كلها يأتي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، مثل كاد المطر ينزل. أين هو الخبر؟ هو جملة ينزل. هذه الأفعال كلها جامدة، معناها أنها تأتي في الماضي فقط، فنقول فعل ماضي ناقص، ما عدا هنا استثناء كاد، كرب، أوشك. فنقول كاد يكاد، كرب يكرب، وأوشك يوشك. ماذا تلاحظ؟ أن في أوشك ويوشك، يعني هذه دائما حتى إذا جاءت هكذا يكاد فإنها تعمل، فتحتاج إلى اسمها زائد خبرها. حرى وخلولق واجبة الاقتران بأن، يعني إذا جاءتك جملة فيها حرى وخلولق فدائما تجد أن الخبر مقترن بأن، واجبة الاقتران بأن، بمعنى اخلولق المطر أن ينهمر. ما معنى هذا؟ اخلولق أين أخذناها؟ اخلولق في أفعال الرجاء، بمعنى اخلولق عسى المطر أن ينزل، عوضها بعسى. فنقول هنا هذه اخلولق، وأيضا حرى تأتي دائما الخبر يأتي مقترن بأن، اخلولق المطر أن ينهمر. ننتقل لحكم آخر، أفعال المقاربة والرجاء. أين هي أفعال المقاربة؟ كاد، كرب، أوشك، عسى، حرى، اخلولق، هي أفعال الرجاء. كثيرة الاقتران بأن، يعني دائما عادة تجد معها أن، عسى التلميذ أن ينجح. لاحظ هذه واجبة اللي هي حرى وخلولق. أفعال المقاربة والرجاء كثيرة الاقتران بأن، وهي هذه دائما يعني غالبا تجد معها أن في الخبر. أفعال الشروع لا تقترن بأن أبدا، بدأ المطر ينزل، تجد جملة فعلية فقط مع هذه الأفعال. خلاصة القول أن أفعال المقاربة قد يأتي منها المضارع فيعمل، يكاد، يكرب، يوشك. ها، ونقول أفعال الرجاء تأتي جامدة، وأفعال المقاربة والرجاء كلاهما يكثر استعمال أن في خبرهم. أما أفعال الشروع لا تستعمل معها أن إطلاقا، وإنما الخبر يأتي جملة فعلية. لاحظ هنا الخبر ينزل. هذا فقط بما يخص الأحكام، احفظ هذا. حين تحفظ هذا نأتي بك إلى الإعراب، وهو أهم شيء. كيف تعرب؟ لو قلنا كاد المطر ينزل، فنقول كاد فعل ماض ناقص مبني على الفتح. لماذا قلنا ناقص؟ لأنها لا تتمم المعنى مع اسمها فقط. لو قلت كاد المطر، الكلام ناقص، فلذلك لا بد أن نضيف الخبر. فنقول المطر، المطر اسم كاد مرفوع، اسم كاد مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ينزل، ماذا نعرف ينزل؟ هل نعربها خبر مباشرة؟ لا، وإنما نعربها إعراب مفردات. نقول فعل مضارع
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ثم ماذا تضيف؟ والجملة الفعلية ينزل في محل نصب خبر. والجملة الفعلية ينزل هكذا في محل نصب خبر كاد، خبر كاد. هذا باختصار شديد. نأتي بكم إلى لو جاءت هكذا يكاد، ما إعراب يكاد؟ فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المطر يبقى اسمه، وينزل تعرب هكذا فعل مضارع إلى آخره. إذن نلاحظ أنها كاد قد يأتي منها المضارع فيعمل فيحتاج إلى اسمه وخبره حتى لو جاءت في المضارع. ننتقل للمثال الثاني، عسى التلميذ أن ينجح. عسى ما يعرب عسى، وقس على ذلك. أنا عربت لكم كاد، تستطيع أن تعرب كرب وأوشك وعسى وحار وخلولق وكل هذه الأفعال، لكن لا بد أن تتنبه إلى أن الإعراب يبقى ثابت، إلا أنه كاد قد تأتي في المضارع، وأوشك أيضا قد تأتي في المضارع، وكرب قد تأتي في المضارع، فهنا تعرب فعل مضارع ناقص فقط. نأتي إلى عسى، ما إعراب عسى؟ نقول فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة للتعذر. التلميذ، ما يعرب تلميذ؟ اسمها مباشرة، التلميذ اسم عسى، اسم عسى ما به مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن ينجح، أن ينجح يعني نحن نترجى. إذن لاحظ أن تعرب إعراب عادي، نقول حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن كل حروف مبنية لا محل لها. ينجح، ماذا تلاحظ؟ أنها نصبت فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ماذا نضيف أخيرا؟ والمصدر المؤول، والمصدر المؤول أن ينجح في محل نصب خبر عسى. هذا هو الإعراب التام، وقس على ذلك. ها، لو استعملنا بدل عسى نقول حرى، حار التلميذ أن ينجح، فحار فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة للتعذر. إخلولق، إخلولق التلميذ أن ينجح، بمعنى نترجى ذلك، فنقول هنا إخلولق فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره، لأنه يظهر عليها فقط، وهذه مختومة بالألف المقصورة فقط. لو قلنا إنبرى مثلا، إنبرى المطر ينزل، فنقول هنا إنبرى فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة للتعذر. يبقى الإعراب ثابت، فقط تركز في أفعال المقاربة والشروع، وفي نهاياتها أحيانا تجدها مبني على الفتح، وأحيانا تجد عن الفتح المقدر فقط. إذا ننتقل إلى آخر مثال، بدأ المطر ينزل. حين نقول بدأ المطر ينزل، أظنكم الآن قد فهمتم الإعراب. ماذا نقول بدأ؟ فعل ماض ناقص
مبني على الفتح الظاهر على آخره. المطر اسم بدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ينزل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ماذا نضيف؟ والجملة الفعلية والجملة الفعلية والجملة الفعلية ينزل في محل نصب خبر بدأ. خبر بدأ. إذن لاحظ هذا الإعراب يبقى تاما وتقريبا هذا ما ارتأيت أن أشارككم إياه وهو أعرب ما تحته خط. يبقى الإعراب ثابت. إذا فهمتم فعلا في واستفدتم من هذه الحلقة لا تنسوا مشاركة هذا العمل حتى يستفيد زملائكم ويعني شاركوني في التعليقات أي نقص. سوف نحاول دائما أن نفيدكم بما أوتينا من يعني معلومات في مادة اللغة العربية. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي في حصص أخرى. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.